على سلامتك يا قلب امك. شوف اديني جبت لك حبيبتك اهي اللي انت بتحبها وبتموت فيها. ايه رايك في امك بقى؟ ربنا يخليك ليا يا محمد. ويخليك ليا يا حبيبي. ضحك في الاخر يا شيخ جاسم، والضربه اللي ما تقتلش كبداكي بتقويه. يا حلوكم يا مصريين، عندكم امثال حق كل شيء. عارف يا شيخ جاسم؟ خير يا كبداكي. الواد مروان ده برنس، دماغ ابن الكلب. صحيح، مصر ولاده. كبداكي، الحين انت بتقنعني انك معجب في مروان؟ طبعا، ده انا معجب بيه جدا كمان. اصل انا شيخ جاسم بشجع اللعبه الحلوه. هو صحيح جاب فيها جون وفي المقص كمان، بس الماتش لسه ما خلصش. كبداكي، مروان هذا خطر، فاهم؟ لازم يموت. انا تصير حياتي في خطر اذا عاش مروان. انا لازم اقتل مروان علشان انا اعرف انام وارتاح في حياتي. ماشي، بس اتقل سيكا على الموضوع ده عشان في مصلحة عايز أطلعها منه الأول، وبعد كده هسلمهولك تشطفه كيف ما بدك. بس أنا ليه عندك طلب يا شيخ جاسم؟ خير آمر. السكة هنا ما بقتش أمان. أنا عاوز لما نرجع مصر تاخدني تحت دراعك. كبداكي، وهذه اللي خليتنا نوقف يمها ونقطع لها تذكرة، ها؟ هذه عقرب، عقرب ما تتأمن. مش عشانها، عشان أمها. ست غلبانة وعيانة، خليها ترجع لها. وكبداكي راجل يا شيخ جاسم، ما يبيعش حرمة من بلده في الغربة أبدا، حتى لو كانت واطية زيها. والنعم فيك. متشكرة يا إبراهيم، كتر خيرك. والله والله لو ما علشان كبداكي كان دفنتك أنت ومروان في تابوت واحد ودزيتكم حق رب العالمين علشان يحاسبكم على أعمالكم القذرة. اتكلي على الله يا نجوان، شوفي طيارتك ورجعي لأمك، وما توسخيش تاني. مع اني عارف ان ده دق فيكي. صحيح، اللي ما يلاقيش قله الاصل برشام يضربه حقن. قررت المحكمه اخلاء سبيل المتهمه هايدي ابو طالب سيد السنهوري بضمان مالي وقدره 100,000 جنيه مصري، والا يستمر حبسها لمدة 45 يوماً تبدأ من نهاية الحبس السابق. الله يخرب بيوتكم، ده شربني منكر. إلهي تولعوا في نار جهنم قادر يا كريم. منكر؟ معلش، مفيش مشاكل. مش مشكلة إيه بس؟ ده بينجس البق 40 يوم. يا ستي اغسلي سنانك بالمعجون كويس وانتهينا. أغسل سناني؟ ليه إن شاء الله؟ ناقص تقولي اغسلي رجلك قبل ما تنام، وأنت بتكلم من أختك يا أخويا. اسمعي يا كوريا، إحنا خلاص قربنا نوصل اللي إحنا عايزينه. المرة دي قال لك هشاركك في اليونان أو في الدول اللي ما فيهاش تسليم مطلوبين. المرة الجاية هتقفلي معاه على أساس إنك رايحة مصر، وتسيبيه خالص وتعملي نفسك مش مهتمية بيه تماما. والنبي أعمل إيه دلوقتي في بق؟ الله يسامحه، أنا حاسة ولا لبسها كلب أسود وأجرب. طب أقول لك على خبر يفرحك؟ قول أخويا بدل ما أنا متنكدة كده ليل نهار. هايدي جولي مالها؟ صدر لها قرار إفراج. والنبي جد؟ يا ألف نهار أبيض، يا ما أنت كريم يا رب، الحمد لله. طب بقول لك ايه، احنا بقى ننزل على مصر، هنفضل مرزين هنا نعمل ايه؟ نرجع مصر نعمل ايه؟ ده قرار افراج بكفاله. يعني هايدي لسه في خطر ولازم نرجع مصر بسرعه بالفلوس قبل ما يتحكم عليها. بس يلا مش مهم، المهم انها بصمت على الاسفلت بجزمتها عقبال ما تاخد البراءه الكبيره يا رب. ماشي اخويا، يلا سلام بقى. سلام 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 اخو. مش فايده، ما احنا في بلد اجنبي بقى، ما هي سلطه. نفضل رايحين جايين لبعض في السويطات. ماشي، والنبي لا اديك وش المره دي. انت ما بتفهم يا صبتي؟ كبداكي اللي جراه لك اللي دهولك كده. تعال يا كوريا. تعال يا اخوي، تعال. ده انا اكلت علقه يا كوريا. من مين يا اخوي؟ ما كلهاش حمار. سلامتك يا اخويا. سلامتك. طب على نورتي بيتك ومطرحك يا روح بابي. يا بابي، ده البيت وحشني قوي. تعالى تعالى يا علاء ادخل. شايف البيت ده؟ كل حته في البيت ده ليا فيها ذكرى. انا حاسه ان انا بقالي سنين طويله سايبه البيت، كاني سايباه من لما كنت صغيره. الحمد لله على السلامه يا حبيبتي. الله يسلمك يا حبيبتي. تعالى هنا بقى. كنت اقعد اذاكر وانا صغيره، وكان بابي ما يشغلش التلفزيون عشان ما يضايقنيش، يقعد بس كده يتفرج عليا ويذاكر لي. العمود ده ياما رسمت عليه ولونت وشخبطت. هنا بقى في الكورنر كان في بيانو صغير، كنت اقعد اعزف عليه. بس ما اقولكش، عمري ما عزفت مقطوعه واحده صح. انا
مبسوطه قوي يا بابي، ونفسي اعمل حاجات كتيره قوي. يا حبيبتي انت دلوقتي تقدري تعملي كل اللي انت عايزه تعمليه. عايزه اكلم كوريا وسندس ونادر، وعايزه اروح لبيوتي سنتر عند دينا، عايزه اعمل شعري واعمل مانيكير وباديكير، وعايزه اعمل مساج بابي. نعم. نفسي اكل سوشي واسافر واروح البحر وانزل البول بابي، نفسي اعمل حاجات كتيره قوي، وعايزه على الاقل اعدي من تحت الفيلا والشركه. شوفي بقى انا هعمل كل ده وانا قاعد هنا، اما اللف وداران والفسح انت ومعاكي حضره الظابط. طب يلا يا علاء ننزل. هنروح فين بس؟ ماليش دعوه، انا ما خرجتش عشان اقعد هنا في البيت، عايز اروح اي حته. نفذ الاوامر يا سياده الرائد. تمام يا فندم. وكشفنا انا ونجوان وطلع علينا كلابه. نجوان رجعت على مصر وانا قاعد له هنا. اتاري الدنيا دي بحر يا كوريا، قالوا احنا اللي فاكرين نفسنا سمك كبير، اترينا بولتي في وسط الحيتان اللي بره. بس انا قاعد له مش هسيبه، مش هرجع مصر غير لما امحيه من على وش الارض. يا لهوي يا امه، يا لهوي، استرها علينا يا رب. طب اقول لك ايه يا اخويا، ما تقصر الشر وترجع على مصر، مش وقت طرد الوقت، انت حياتك برضو مهمه مهمه يعني. طب وانت يا كوري، هسيبك هنا ولا انت عجبتك القعده في الفنادق وسط الرجاله المبادل دي؟ هو انت بتغير عليا كبدكي ولا ايه؟ غير ايه؟ غير ايه وهبل؟ غير ليه؟ كبدكي ده ارجل من اي راجل. هلا غير ايه؟ بغير، ايه المشكله؟ بغير. يعني عرفت يعني ان كوريا مو زي كبدكي؟ عرفت ان هدمتين الرجال اللي الواحده بتلبسهم وهي بتشتغل في الشوارع عشان بس تتدرى من عيون الناس؟ اسره، انا قاعد هنا في ظهرك حمايه ليكي لحد ما الافات اللي معاكي دول ياخدوا الفلوس وننصص معاهم، لان البنك ابو خزنتين يا كوريا بيشيلوه اتنين. ها؟ قول كده بقى. اتاريك داخل عليا بالحنين وبالسهوكه، اتاريك عشان تنصص. ايه المشكله؟ وايه المشكله لما نصص؟ لو ما نصصتيش مع كبدك هتنصصي مع مين؟ اللي ياكل لوحده يزهق يا كوريا. يا راجل انت الحرام في دمك، انت ما بتزهقش منه ليه يا كبدك؟ لا عايزنا نعمل كده مع ناس ما شفناش منهم العيب، دي ناس نظيفه. اقول لك على حاجه، ارجع على مصر، ارجع على بطن البقره يا كبدك، وانا اول ما اجي ننصص ونعمل اللي انت عايزه. قول لي ليه عند التاني حاجه ياخدها. بطن البقره ايه يا كوريا؟ البقره ماتت خلاص، انا فيها لا اخفيها، انا ياكل نص الفرخه دي يا الا ما حدش هيدوق ريشه. انا تليفون صغير لمروان يبوظ ام الليله دي على نفوخك. طب وانا بقى مقطعه البطاقه كده ومش لازمان، واقول لك على حاجه، من غير تليفونات، سي مروان بتاعك ده في السويت اللي جنبين، روح له قول له على الحوار كله ولا يهمني، خليه يجي يقتلني. ولا اقول لك برضك تعالى انت قتلني بداله عشان هو يفضل بيه ما يوسخش هدومه، تمام كده اهو. يعني ده اخر خط الكلام معاك يا كوريا؟ يا كبداكي، مات الكلام. ده مات واتدفن وخدنا فيه العزا كمان، الفاتحة على روحه بقى. طب تعيشي وتفتكري يا كوريا. تعيشي وتفتكري يا اختي. مظبوط يا اخ عزوز؟ امال مظبوط المظبوط يا شيخ علوان. وعلى فكرة بقى أنا ما بعدش إخوانا، لا أنا بس بمل عيني وإيديا من الفلوس. الكبريت ده غالي عليا قوي يا شيخ حلوان، الكبريت ده فيه شقة عمري، لولاك أنت ونجمة مصر أنا كان لا يمكن أفرط فيها أبدا. أنت هتمثل يا عزوز؟ ده أنت لاهث مليون مقفول فوق تمنه اللي يستاهل. بنتعلم منك يا نجمة مصر، والمليون الزيادة ده بقى عشان فيه من ريحتي، ولا أنا ريحتي ما تسواش مليون جنيه؟ طب امضي يا زيزو على العقد، ومن بكره النجمه تقابلني انت والاستاذ في الشهر العقاري، مفهوم؟ وماله يا نجمه مصر؟ الف مبروك يا شيخ علوان. الله يبارك فيك. على المحل وعلى العروسه. طب يلا وجع على العقد عشان نوجع عقد الجواز الاخر. ربنا يخليك ليا يا لولي. اللولي؟ ايه العبد؟ نولي يا استاذ العقد بسرعه، هات ده احسن الشيخ علوان مستعجل على الاخر. بص بقى طال عمرك، انا عايزه يافطه كبيره قد كده يبقى مكتوب عليها كازينو ناني. اكبر يافطه فيك يا شارع الهرم. بص يا نادر، الواد ابراهيم ده بعد ما راح لكوريا وقعد يعمل الهيصه اللي عملها دي ويهددها في الاوضه، وجوده هنا في اليونان بقى خطر. يعني هنعمل ايه يا عماد يعني؟ بص انا شايف ان احنا نقول له ماشي، خد نص الفلوس لحد ما الفلوس ترجع وهايدي تخرج من السجن، بعد كده يبقى يخبط دماغه في حقبة. الواد ده لبط ومن بيئة واطية ومش هيفوت الموضوع كده، وهيعمل مشاكل. الواد ده لازم يطير. هيطير ازاي يا عماد؟ يعني ايه ازاي؟ ما نعمل له اي مصيبة ويرحلوه على مصر. طب ما هو ممكن يكلم مروان المصر، هنبقى عملنا ايه؟ بس الواد ده وجوده في اليونان خطر. اسمع، فاكر لما كوريا قعدت معاه وزنقته في الكلام وقالت له روح قول لمروان؟
ما راحش وما اتكلمش. معناه ايه الكلام ده؟ معناه ان احنا لازم نقعده قعده تانية مع كوريا، نخليها تضمن لنا ان هو ما يفتحش بقه، وبعد كده بقى برحله بقى لو عايز. مش مضمونه دي كمان، كوريا ذات نفسها ما ينفعش تقعد مع مروان تاني. انت نسيت يا نادر؟ لوز اللوز. شوف يا عماد، مربط الفرس ان احنا نشوف طريقه تضمن ان ابراهيم ما يفتحش بقه. ثانيا بقى نحاول نقلل عادات مروان مع كوريا على قد ما نقدر. يا دكتور لو سمحت، هي ماما عامله ايه دلوقتي؟ نجوان؟ ايوه، ممكن تطمنيني؟ دي نجوان يا دكتور، بنت حاجه انتصار اللي جوه. انتوا كنتوا فين؟ احنا كنا بندور على اي حد من اهلها من بدري. معلش يا دكتور، اصل انا كنت